بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحبته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وبلغنا مما يرضيك آملنا، وفقنا يا رب وسائر المسلمين لما تحب وترضى، واكفنا وسائر المسلمين السوء بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. يا نعم المولى ويا نعم النصير، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، جل وجهك وعز جاؤك. يفعل الله ما يشاء بقدرته، ويحكم ما يريد بعزته. اللهم اختم لنا ولسائر المسلمين بخاتمة السعادة أجمعين، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذريتنا وآبائنا وأمهاتنا وآل بيت نبينا ومشايخنا وعلمائنا وذريتهم وسائر المسلمين، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب فتح القريب المجيب لابن قاسم الغزي على متن الغاية والتقريب للقاضي أحمد أبي شجاع في فقه السادة الشافعية رحمهم الله تعالى، ونفعنا الله بعلومهما وعلوم مشايخهما في الدارين، آمين. فصل في الضمان. والضمان اللي هو الكفالة، يعني ضمنت الشيء يعني كفلته، يعني صار في ذمتك، شغلت ذمتك به. والضمان في الشرع على ثلاثة أقسام: إما ضمان دين، أو ضمان عين، أو ضمان بدن، أو كفالة بدن. ضمان الدين اللي هو إيه هنتكلم عليه الآن، وساعات يعبروا عنها بكفالة الدين، وفي كفالة العين أو ضمان العين، يعني شيء متعين، وده زي في العارية، إذا استعرت شيء فأنت ضامن أنك ترد هذا الشيء بعينه لا ببدله في العارية، وكذا في المغصوب، إذا غصبت شيء يعني أخذته عنوة بغير حق، صار في ذمتك ضمان أن ترده بنفسه بعينه كما هو، ودي يسموها كفالة عين. وفي كفالة بدن، انك انت تضمن انك انت تحضر من عليه الحق اذا طلبه القاضي، او طلبه ايه المضمون له او المكفول له، يسموها كفالة بدن. هنتكلم عنها في اخر الايه باب الضمان. وهنتكلم دلوقتي على ايه ضمان الدين خصوصا. فيقول المصنف: فصل في الضمان. الأصل في مشروعيته، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: العارية مؤداه، العارية مؤداه، والزعيم غارم. ده حديث للنبي صلى الله عليه وسلم. العارية مؤداه، يعني إذا استعرت شيء وجب أن تؤديه لأنك أخذت عيارة. والزعيم غارم، الزعيم اللي هو الضامن، يغرم كويس. وعلشان كده يقولوا في الضمان ان اوله شهامة، ووسطه ندامة، واخره غرامة. واخد بالك بيقولوا عليه كده، لكن هو من الشهامة انك انت تضمن الانسان بس تملي. بعض العلماء يقول لك ايه، ان اربع حروف صعبة: الضاد في الضمان، والطاء في الطلاق، والواو في الوديعة. يعني أمور كلها بينبني عليها أحكام شديدة: ضاد الضمان، وطاء الطلاق، وواو الوديعة. لكن على أي حال، هي من إيه؟ من عقود الإرفاق ومن حسن المعاملة، إنك أنت تضمن غيرك ويثاب الإنسان. صحيح هيغرم، وهي بتعيد شهامة، وآخرها غرامة، وفي الوسط ندامة، إلا أنه يساب عليه، لأن الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه.
لكن على أي حال في شرع من قبلنا كان موجود، يعني مثلا يقول إيه لا تأتنني به إلا أن يحاط بكم، أدي ضمان البدن، كفالة البدن في سورة يوسف، ألا تأتنني به إلا أن يحاط بكم، يبقى تجيبه لي بدنه بحاله كده، تضمنوا لي أنك هتجيبه لي سليم، اسمها إيه كفالة البدن. وزي برضو إيه ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، زعيم يعني ضامن، واخد بالك، الزعيم هو الغارم هو الضامن. فكل ده يعني ورد في شرع من قبلنا وجاء شرعنا يؤيد شرع من قبلنا، واضح؟ فله أدلة كثيرة يعني. والحديث اللي في البخاري بتاع قتادة لما الرسول صلى الله عليه وسلم جاء جنازة فسأل هل علي دين؟ قالوا لا، فصلى عليه. جات له جنازة تانية قال هل علي دين؟ قالوا نعم. قال هل ترك ما يسدد به دينه؟ قال نعم، ترك 3 دنانير، فقام فصلى عليه. وإن جت جنازة ثالثة هل علي دين؟ قالوا نعم. هل ترك ما يسدده؟ قالوا لا. قال إذن صلوا عليه. فأم قتادة قال له إيه دينه علي يا رسول الله، أهو ضامنه، خد بالك، فضمن إيه دين الميت عليه، فقام النبي فصلى عليه. يعني وارد، يعني حكاية الضمان المالي ده وارد في الشرع الشريف عندنا وفي شرع من قبلنا، كويس؟ وهو مصدر ضمنت الشيء ضمانا إذا كفلته، ده من حيث إيه اللغة يعني. وشرعا التزام ما في ذمة الغير من المال، فبيعرف كفالة الدين، كويس؟ التزام ما في ذمة الغير من المال، من المال المستحق عليه. وشرط الضامن أن يكون فيه آلية التصرف، طبعا عشان تضمن لازم تكون إيه حر التصرف، فما ينفعش إيه ضمان المحجور عليه بسفة، كويس؟ ولا المحجور عليه بدين، إذا كان دينه يستغرق كل ماله ما ينفعش هيضمن إيه، إذا كان هو ممنوع من التصرف في ماله، أو إذا كان صبي فده لا يتصرف فما ينفعش، يبقى لازم يكون أهل للتصرف عشان يصلح أن يكون ضامن، واضح؟ التزام ما في ذمة الغير من المال، هو على فكرة يقول عقد، عقد التزام ما في ذمة، لكن هو التزام باعتبار أنها عقد يعني. التزام ما في ذمة الغير من المال، وده تعريف كفالة الدين مش كفالة الإيه البدن، كفالة البدن ليها تعريف تاني. وشرط الضامن أهم حاجة أن يكون فيه أهلية التصرف، فنخرج المجنون ونخرج السفيه، السفيه الإيه غير المهمل، إنما السفيه المهمل يضمن، الغير المهمل اللي هو السفيه بحكم قضائي ده يبقى إيه سفيه غير مهمل، ده ما ينفعش يضمن. وكذلك نخرج إيه المجنون، نخرج الصبي الصغير، ونخرج اللي في مرض الوفاة، واحد في مرض الوفاة في العناية المركزة ينفع يضمن ده؟ ده أصلا محجور عليه في 2/3 ماله، وله أن يتصرف في 1/3 ماله فقط في مرض الوفاة زي ما اتكلمنا قبل كده. فيبقى لازم يكون ايه اهل للتصرف عشان نخرج الانواع، ما يكونش رقيق مثلا، عبد، العبد ملوش ذمه ماليه فازاي يضمن غيره الا لو كان باذن سيده، معلش. يبقى مهم حكايه ان يكون فيه اهليه التصرف عشان نخرج انواع كثيره من الناس لا تصلح في الضمان. يعني المراه ممكن تكون ضامن في الدين للمراه، لان المراه لها ذمه ماليه، افرض امراه غنيه ولها ذمه وليست سفيها وليس محجور عليها بسفه ولا بدين، واخد بالك، لها ان تضمن لا شيء فيه، يبقى الضمان لا يشترط فيه الذكوره، ضمان الديون لا يشترط فيه الذكوره، يشترط فقط اهليه التصرف، فتستوي فيه المراه والرجل. انا عايزك تتعود اما تقرا كلام الفقهاء تفهم، اما يقول لك يشترط فيه اهليه التصرف تعرف ايه المقابل لوحدك، فهمت بقى؟ علشان تبقى راجل ايه
تعرف مصطلحات الفقهاء وانت بتقرا، ولما تقرا تطلع العلم بالمنطوق وبالمفهوم، لان في علم بالمنطوق لو مقتضى اللفظ، والمفهوم اللي هي المحترزات اللي تخرج اللي تخرج بالمنطوق، مش كده برضه؟ عشان كده المصريين لما يلاقي واحد ايه واقف على المنطوق يقول له انت ما عندكش مفهوميه، يعني لازم تفهم ما وراء المنطوق علشان تبقى راجل عالم تعرف المنطوق والمفهوم. بيقول هنا: ويصح ضمان الديون المستقره في الذمه اذا علم قدرها. يبقى لازم يبقى الدين يلزم او يقول للزوم، زي ما قلنا في الحواله زمان، فاكرين في الحواله؟ يلزم او يقول للزوم عشان ندخل الصداق قبل الدخول، يعني ممكن يضمن الصداق قبل الدخول لانه يقول للزوم بعد الدخول، مش كده برضو؟ فاكرين احنا في الحواله الدور اللي فات؟ يبقى ايه لازم ايه يصح ضمان الديون المستقره في الذمه. يبقى كلمه المستقره في الذمه المقصود بها اللازم او ما يقول الى اللزوم، واضح؟ بشرط انه يعلم قدرها، ما ينفعش ان هو يضمن شيء مجهول، لازم ابقى عالم قدر الشيء ده. انا حضمنك في مالي، مش لازم اعرف دينك ده قد ايه، ولا اضمنك كده وهو مجهول، فهمت؟ بشرط المستقره في الذمه اذا علم قدرها. يبقى اذا جهل قدرها ما ينفعش ضمان عند الجهل، واضح؟ واذا كان دين لا يقول للزوم او غير لازم، زي نفقة الزوجة في المستقبل، دي ما ينفعش تضمنها له. نفقة الزوجة في المستقبل، لكن عليه نفقة قديمة متأخرة، دي تضمن في الماضي، فهمت؟ لكن نفقة المرأة في المستقبل، الزوجة في المستقبل، ما تضمنهاش لأن لسه لم تلزم، واخد بالك؟ وقد يطلق، أضمن حاجة معلقة، فهمت بقى المسألة؟ فيبقى لازم يبقى ايه؟ لازم او يقول للزوم، واضح؟ بشرط ان يعلم قدرها. والتقييد بالمستقره يشكل عليه صحه ضمان الصداق قبل الدخول، فانه حينئذ غير مستقر في الذمه، ولهذا لم يعتبر الرافعي والنووي الا كون الدين ثابتا لازما. واحنا حلينا الاشكال ده في الحواله وقلنا انها يقول للزوم، الخلاف اللي بين الامام النووي والرافعي في الفهم، المستقر او اللازم او الذي يقول للزوم، شرحناها بالتفصيل في الحوالي. وخرج بقوله: اذا علم قدرها الديون المجهوله فلا يصح ضمانها كما سياتي. يبقى ما ينفعش يضمن دين مجهول. ولصاحب الحق اللي هو الدين اللي هو المضمون له، صاحب الحق هيبقى اسمه ايه؟ المضمون له، مش كده برضه؟ ولصاحب الحق أي الدين مطالبة من شاء من الضامن والمضمون عنه. المضمون صاحب الدين اللي هو المدين اسمه المضمون عنه، والدائن اسمه المضمون له، والضامن اسمه الضامن اللي هو الطرف الثالث. طيب صاحب الحق ده له أن يطالب الضامن أو يطالب المدين، له أن يطالب أي طرف من الأطراف، واضح؟ فهمت ازاي؟ ولصاحب الحق اي الدين مطالبة من شاء من الضامن والمضمون عنه، وهو من عليه الدين. وقوله: اذا كان الضمان على ما بينا، على ما بينا انه يكون معلوم القدر ويكون حال كمان جاء وقته، يعني ما يجيش يطالبني بدين انا ضمنته ويكون سدده بعد سنة. طب ما انا ضامن بس مش لما تمر السنة ويجي الامان، ما يطالبنيش الا لو مات. لو مات معلش، لو مات قبل السنه المضمون عنه يجي للضامن بقى يقول له هتعمل ايه فيه، فهمت ازاي؟ فممكن الورثه يقولوا له احنا عايزين نستفيد ونسدده لك بعد سنه، فهمت؟ فنقول له ايه؟ ارجع للورثه. فلو الورثه انكروه يبقى انا اللي اغرم، وليا في الحاله دي من حق ان انا ااجل ان انا اسدده لما يجي وقته، استفيد بالضمان بوقت الضمان، فهمت بقى المسألة؟ ولصاحب الحق أي الدين مطالبة من شاء من الضامن والمضمون عنه وهو من عليه الدين. طب افرض ان الضامن دفع لما طالبه، طلب المدين طالب الضامن لأن كان اللي عليه الحق اللي هو المدين مسافر،
مش موجود، او مناكف. مماطل ايه؟ مناكف يعني ايه بلغه المصريين؟ المماطل يسموه مناكف المصريين كده. يعني تقول له يسوفك يقول لك بكره، وبكره بتاعه ده ما بيجيش، عامل زي بكره بتاع الحكومه، واخد بالك؟ ما بيجيش، يبقى مماطل. فالتاني رايح للضامن لان الضامن كلمته واحده، فبيستريح معاه اكتر، فبدل ما يروح للجدع المماطل ده يروح للضامن، والضامن بقى يتصرف، مش انت اللي ضمنته، روح انت بقى اتعامل معاه. فهمت؟ فممكن يطالب الضامن فالضامن يسدد، والضامن يروح ياخد اللي دفعه من الجدع المناكف المماطل التاني، واخد بالك؟ يتصرف. وفي الحاله دي تبرأ ذمه المدين تجاه المضمون له، تبرأ ذمته وتنشغل بذمته تجاه الضامن. فهمت بقى المسألة؟ لكن ما ينفعش يطالب الاثنين وياخد من الاثنين، وإلا يبقى نصاب. فهمت؟ طيب افرض انه المدين دفع جزء، له ان يطالب الضامن بدفع الباقي. فهمت؟ يعني انا مثلا ليا عند فلان 10,000 جنيه، وفلان التاني ده ضمنه، فرحت عند المدين ده كلمته مباشرة، فقال لي أنا معيش من 10,000 جنيه إلا 5، أخدهم منه وأروح للضامن أقول له دين الخمسة البني، مش أنت اللي ضامنه، دين الخمسة البني. فهمت؟ فيبقى الضامن ممكن يدفع ما بقي من الدين أو كل الدين. واضح؟ إذا كان الضمان على ما بينا، يعني يكون إيه؟ على ما بينا يعني معلوم القدر. ساقط في أكثر نسخ المتن الجملة دي يعني. وإذا غرم الضامن رجع على المضمون عنه بالشرط. طبعا المدين المضمون عنه اللي هو مين؟ المدين. أنا غرمت كضامن، غرمت، طب أخد فلوسي من مين؟ من اللي أنا ضمنته، اللي هو إيه؟ المضمون عنه. فهمت؟ رجع على المضمون عنه بالشرط المذكور في قوله إذا كان الضمان والقضاء أي كل منهما بإذنه، أي المضمون عنه. ثم ولا يشترط على فكرة موافقة المضمون عنه لجواز التبرع بالضمان بسداد الديون إلا في كفالة البدن، يشترط علم وموافقة المضمون عنه في كفالة البدن مش في كفالة الدين. يعني كفالة الدين لا يشترط علمه ولا يشترط موافقته كمان. واضح؟ ده في الضمان المالي. ليه؟ لجواز التبرع بتسديد ديون الاخرين. الشرع يجيز انك انت تتبرع وتسدد ديون الاخرين، وبناء عليه يجوز ضمان دين الميت، لانه لا يشترط موافقته ولا علمه، لانه مات، اجيب موافقته وعلمه منين؟ فاهم؟ فكون انه يجوز ضمان الميت، دين الميت، دل على انه لا يشترط علمه ولا يشترط موافقته، لكن يستحب. يستحب عشان لو حبيت ترجع تاخد اللي دفعته يبقى هو عارف الحكايه. بخلاف كفاله البدن انك انت تجيبه توصله للي هياخد الحق منه، لازم يبقى عارف علشان يطوعك ويجي معاك. فهمت؟ لازم تبقى عارف عشان يطوع، لانه انت كفاله البدن ان انت بتتكفل انك تجيبه لاهل الحق اللي هياخدوا حقهم منه، مش تدفع الحق، لا، ده انت تجيبه له وقت ما يطلبوه. يقول لك اصل احنا مش عايزين نتعامل مع الراجل ده لكثير السفر، تقول لهم لا انا اضمنه، وقت ما تحبوا تجيبوه انا هجيبه لكم. يبقى انت كده ضمنت بالبدن. فهمت بقى المساله؟ فيشترط في الحاله دي معرفته وموافقته عشان يطاوع لما اجي اطالبه واقول له تعالى عايزينك، يبقى عارف ومتفق معايا ان انا اضمنه وانه يطاوعني. ثم صرح بمفهوم قوله سابقا إذا علم قدرها بقوله ولا يصح ضمان المجهول. لما بيقول إذا علم قدرها يبقى المفهوم إنه لو كان مجهول القدر ما ينفعش، فصرح بالمفهوم مع إن هي مفهومة، بس هو صرح بالمفهوم للفقيه مخافة أن تفوت على المبتدئ، واخد بالك؟ لأن ده المفروض إن كتاب فقه للمبتدئين، فيقوم إيه ساعتها يصرح بالمفاهيم. لكن لما يبقى عارف ان اللي قدامه ده عالم مش مهم يقول المفهوم، المفهوم ما معروف. لكن هنا ايه؟ صرح بمفهوم قوله سابقا اذا علم قدره بقوله هنا ولا يصح ضمان المجهول.
كقوله بع فلانا كذا وعلي ضمان الثمن، وانت مش عارف ثمن قد ايه، واخد بالك؟ يعني بيع وعلي انا ضمان الثمن اللي هو ايه؟ ثمن المبيع. طب وهتبيعه بكام؟ انت ما تعرفش بالسوق، السوق هيبقى بكام؟ يعني ما ينفعش اضمن انا ايه السياره اللي التي لم تعرض في السوق بعد ونعرف سعرها. الاول نعرف سعرها ايه واعرف قدرها، وبعدين بعد كده نبقى نضمنها. ولا ضمان ما لا يجب، ولا يصح ايضا ضمان ما لا يجب، يعني حاجه لم تدخل في الذمه بعد اضمنها ازاي؟ لا يصح ضمان. انا اضمن اللي دخل في ذمته. ولا ضمان ما لا يجب، يعني ولا يصح ضمان ما لا يجب، يعني ما لم يثبت في ذمته. يبقى ما لم يجب هنا يعني ما لم يثبت في ذمته. كضمان 100 تجب على زيد في المستقبل، ده في المستقبل، يعني زي ما تقول حاجة غرامة مثلا هيدفعها في المستقبل لو ما وفاش بحاجة معينة. طب انا اضمنها منين؟ دي حاجة في المستقبل، دي لا يصح فيها الضمان، لازم تكون حاجة مستقرة. إلا في استثناء بقى، هنا ممكن أضمن حاجة في المستقبل إلا درك المبيع. يبقى درك المبيع دي ضمان باطل أجازه الشرع لعموم الحاجة. إيه يعني إيه درك المبيع؟ يعني إنك أنتوا الاتنين تجار في السوق مع بعض، أصدقاء، أنت فاتح محل وأنا فاتح محل جنبك، جاء راجل بيشتري منك البضاعة، فقلت له البضاعة عندي في المخزن وتمنها بالمواصفات اللي انت عايزها دي تمنها 5000 جنيه، ادفع ال 5000 جنيه وانا حبعت اجيبها لك واسلمها لك بالليل النهاردة او بكرة على ما اجيبها من المخزن، بس تحجز. فهمت ازاي؟ فقام الراجل قال لك طب ومين يضمن لي انك هتجيب لي؟ اروح انا ايجاره اللي جنبه، انا التاجر معاه واصدقاء بعض وجيران بعض في التجارة، اقول له انا اضمن. ده اسمه ضمان درك المبيع، واخد بالك؟ يعني اضمن لك انك انت المبيع يبقى موجود، واخد بالك ازاي، مقابل الثمن اللي دفعته، بحيث انه لو لم يحضره ارجع لك الثمن اللي انت دفعته. فهمت ازاي؟ ده درك المبيع. وممكن العكس، درك الثمن، يبقى العكس بقى، المشتري جاي من غير فلوس وفاهم ان في جيبه ايه كارت الفيزا، فاتفق على البضاعة وخلاص وحلو قوي، بيحط ايده ما لقاش كارت الفيزا ومش جايب فلوس وعايز يحجز البضاعة دي لانها لقطة، فهمت؟ وخايف يمشي على ما يروح الراجل يبيعها، فعايز يحجزها، فيقول له انا اشتريتها بالسعر اللي انت كاتبه عليه، بس انا معيش الفلوس دلوقتي، انا هجيبها لك بكرة لان انا مشواري بعيد. يقوم تاني يضمن له الثمن، يقول له خلاص لو ما جالكش بكره بالثمن انا ادي لك الثمن، ويعتبر ان المبيع ده انا اللي واخده. يبقى قد يكون درك المبيع، واخد بالك ازاي، للمشتري وللبائع. فهمت ازاي؟ كل ده للتيسير لعموم الحاجه، يعني جاء الشارع اجازها لعموم الحاجه الي عشان ييسر معاملات الناس مع بعضهم البعض. ايه؟ لو ذهب بذهب ما ينفعش طبعا، ايام ما كانت العمله دنانير، لان العمره الدينار كان ذهب، فما ينفعش اروح اجيب حليه بذهب واقول له هجيب لك الفلوس بكره، لان الفلوس كانت ذهب برضه، والا دخلنا في ربا النسيئه. دلوقتي دي اوراق ماليه، دي ورق مالي، هي دي ذهب. اعمل كده في الذهب، مش بالاوراق الماليه. هتشتريه بذهب ولا هتشتريه باوراق ماليه؟ خلاص يبقى خلاص اختلف الجنس، ما فيهاش مشكله طالما هو موافق. لكن زمان كانت ايه العمله نفسها ذهب، فلما تروح تشتري حليه ذهب بعمله ذهب لازم تتوفر الثلاث شروط اللي هي التماثل والتقابض والحلول، والا نقع في الربا. دلوقتي اتحلت الاشكاليه دي، اصبحت الاوراق الماليه ليست لها غطاء ذهبي اصلا، فبقى مجرد صك كده متفق عليه ان ده قيمته كذا وخلاص، ورقه يعني، لكن مالوش غطاء ذهب، فيجوز في الحاله دي تعمل. لو رجع للاوراق الماليه الغطاء الذهبي مره اخرى ممكن نقول لا يجوز، لانه صارت هي ايه
نيابة عن الذهب زي الجنيه المصري زمان. أول ما طلعوه كان يلتزم البنك أن يدي لك بداله جنيه ذهب لما تسلم له الجنيه الورق، يديك جنيه ذهب، يعني كأنه هو بدل الجنيه الذهب، بس بدل ما الذهب يمتهن في التعاملات فتبقى الورقة معاك وخلاص. لكن البنك شايل قدام كل جنيه ذهب ورق جنيه ذهب، وما يقدرش يطبع ورق إلا لما يبقى عنده جنيه ذهب قد. وكان الجنيه الذهب المصري كان ب 8 جرام، 8 جرام ذهب وشويه، واخد بالك؟ ده ايام العز بقى. وبعد كده في السبعينات الامريكان على مستوى العالم نزعوا الارتباط بين العمله وبين ايه الغطاء الذهب، واصبح بقى ايه الغطاء بتاعها ايه البترول. سعر البترول هو اللي بيحدد سعر العملات، عشان كده بيسموه البترو دولار. يعني حاليا الاقتصاديين كلهم بيسموا الدولار ايه؟ بترو دولار، يعني مش جولدن دولار. دولار كان زمان يسموه جولدن دولار، ايام ما كان الغطاء بتاعه ذهب، لما بقى غطاءه بترول سموه بترو دولار. عشان كده بورصات البترول هي اللي بتحدد سعر العملات، واخد بالك؟ فلو ما بقاش في بترول لابد ان نرجع تاني للغطاء الذهب كبديل. بيقول تاني: ولا يصح ضمان ما لم تجب، ما لم يجب يعني في الذمة، ما لم يثبت في الذمة يعني، كضمان 100 تجب على زيد في المستقبل، إلا مستثنى منه إلا درك المبيع، أي ضمان درك المبيع بأن يضمن للمشتري الثمن إن خرج المبيع مستحقا، أو يضمن للبائع المبيع إن خرج الثمن مستحقا. يعني افرض ان يقول له انا ايه ضمني الفلوس اللي هتدفعها لي ثمن للمبيع دي ما يكونش اصلا مربوطه، ما عليهاش واحد جاي طالب بيها قبلي، فهم؟ زي الناس دلوقتي لما تيجي تبيع شقه وتبيعها مرتين، فتيجي تشتري انت شقه يتضح ان الشقه دي اللي انت دفعت ثمنها مستحقه لغيرك، متباع لغيرك، فيبقى لازم في الحاله دي تضمن واحد يضمن لو طلع ان المبيع ده مستحق للغير ان يدي لك بديله او يديك الثمن اللي دفعته، فهمت؟ ده نوع من الضمان في المستقبل اجازه الشارع لتسهيل معاملات الناس. ده خلصنا تقريبا الكلام اللي قايله الشيخ في موضوع ضمان الدين. هيتكلم بقى على ضمان، فصل في ضمان غير المال من الابدان اللي هو كفالة الابدان، اللي هو لا تأتونني به إلا أن يحاط بكم، ويسمى كفالة الوجه لأن وجه الإنسان يعني بدنه يعني نفسه، هذه معنى. ما ينفعش تقول كفالة اليد لأن اليد جزء منه، واخد بالك؟ لكن الوجه ما يقدرش الإنسان يعيش بغير رأس، لكن ممكن يعيش من غير إيد، فاهم؟ فلازم في كفالة البدن تكفله بالإنسان كله. علشان كده ايه، اذا اردت ان تكني عنها لابد ان تكني عنها بما لا يعيش الانسان بدونه، واخد بالك ازاي؟ او تقول نفسه خلاص اجيبه بنفسه. ويسمى كفالة الوجه ايضا وكفالة البدن. والكفالة بالبدن جائزة اذا كان على المكفول به اي ببدنه حق لآدمي. كان زمان العمد في الارياف، انا اصل جدي كان الله يرحمه ابو ابويا كان عمده، كان حكايه كفاله البدن دي مشهوره قوي في الارياف. يجي مثلا واحد، واخد بالك ازاي، ينزل السوق من البلد الفلانيه ويشتري يشتري يشتري وما يدفعش، ويجي العمده يكفله للتانيين، يقول لهم ايه مش كفاله الدين، يقول لهم لو استحق الاموال اللي خدها منكم دي في صوره بضائع لما يجي وقت مطالبتكم بيها انا اجيبه لكم من تحت تقطيع الارض، اجيبه لكم هو نفسه عندي هنا، فهمت؟ دي اسمها كفاله بقى، كانت مشهوره ايام ما كان في البلاد الارياف عمد اقوياء يعني. دلوقتي ما بقاش في عمد وما فيش في ريس ولا في كبير، واخد بالك؟ تغيرت الامور لدرجه ان الشرطه نفسها ممكن ما تضمنش كفاله البدن. شوف جهاز الشرطه قد ايه ما يضمنش كفاله البدن، يقول لك هرب مننا هنعمل ايه؟ اذا كانوا بيكسروا السجون، واخد بالك؟ مش هيهربوا واحد بره السجن، اذا كانوا اللي جوه السجن بيهربوه،
فما بالك اللي قاعد في بيته. فهمت بقى؟ من ضمن كفالات البدن في العصر الحديث حكاية حظر السفر. يمنعه من السفر لأنه عليه ديون للدولة، يوم يدي اسمه في المطارات والمواني ده ما يسافرش، عشان لما المحكمة تطالبه بالديون الدولة تجده موجود، ما يكونش خارج البلاد. اهي دي من ضمن ايه صور كفالة البدن في العصر الحديث، اللي هي الحظر من ايه من السفر. لكن على اي حال نشوف ايه الصورة بتاعتها القديمة، وبعدين ممكن بتتطور بعد كده في صور مختلفة. ساعات كمان تضمنك جهة عملك، اذا كنت انت راجل شغال في القوات المسلحه، شغال مثلا في جهاز الداخليه، شغال في وزاره الصحه، شغال في وزاره من الوزارات، يوم ايه المصلحه الحكوميه بتاعتك يجي لك 2 موظفين يمضوا انك انت شغال في المصلحه دي، فتضمنك وظيفتك، ان وظيفتك ربطاك تقدر تاخد حقك تجيبه شخصه او تخصم من مرتبه. فاهم؟ كل دي انواع من الضمان، تطورت صور الضمان بتطور بقى ايه، لكن اصله مشروع، تطبيقاته ممكن تتنوع بتنوع بقى ايه النظم الحديثه كلها، لكن اصله مشروع. واضح؟ فما يجيش واحد بقى من الجماعه اللي هم فاهمين الدين مش بعمق يقول لك ايه بقى حظر السفر ده كده لا يجوز شرعا انك انت تحبسني، يعني ازاي؟ هو ممكن يفكر كده، زي مثلا ايه الشهر العقاري. الشهر العقاري ده عباره عن ايه؟ عباره عن انك انت لعدم وجود شهود عدول على على التملك الشيء، لان دلوقتي ما تعرفش تلاقي شهود عدول، خلاص رفعت الامان، مفيش حد دلوقتي ب 100 جنيه تديها لواحد يشهد جميع ايمان المسلمين انه شافه وما شافش حاجه، فما بقاش في شهود عدول. لما القضاه وجدوا ان عدم وجود الشهود العدول ده يؤدي الى ضياع حقوق الناس، لان القاضي بيحكم بالبينه، ايه هي البينه؟ شهاده 2 عدول، فيجي القاضي في بلد من البلاد ما يلاقيش 2 عدول يشهدوا له على حاجه، يعملوا الحكومات، اما الحكومه عملت حاجه اسمها الشهر العقاري. الشهر العقاري ده عباره عن ايه؟ ان هو ناس موثقين من الحكومه عدول، الحكومه ارتضتهم، يوثقوا حقوق الناس بورق مختوم، بحيث اما تيجي لعند القاضي تديله ورقه الشهر العقاري بدل ما تجيب له 2 شهود مضروبين. فاهم؟ يعني حلت محل الشهود ورقة الشهر العقاري. طب وليه لجأنا ليها؟ لرفع الأمان، لأن مش هتلاقي شهود عدول دلوقتي. ممكن تشتري عربية وتجيب 2 شهود عدول، يجي التاني اللي اشتريت منه العربية يروح يشتكي إن العربية دي بتاعته وما تمش، ويرشي الاتنين الشهود دي كل واحد 1000 جنيه ويروح يشهدوا جميع أيمان المسلمين إن ما تمش البيع. القاضي يعمل إيه؟ ياخدها منك وأنت دافع ثمنها ويحكم للتاني. لكن اما تروح للشهر العقاري وتثبت ملكيتك للعربيه خلاص ما يقدرش يلعب بيك. فاهم؟ يعني صور الفقه الاسلامي اللي احنا بندرسه ده اصبح مطبق بالفعل، بس في صوره بقى ايه؟ دول مدنيه حديثه بطريقه حديثه غير اللي انت بتقراها في كتب الفقه القديم. لكن هي مشروعه وطلبها الشارع، وهو ده حكم الشرع الشريف. فاهم؟ زي العيال بتوع الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، عايز يمشي في الشارع اما يلاقي واحد مش عارف بيعكس بنت هو اللي بنفسه يضربه ويمنعه، ويلاقي واحد مثلا مش عارف بيبيع بضاعة مغشوشة يقوم ايه يقفل محل ويحرقه، ما ينفع. امال فين شرطة التموين؟ ما دي امر بالمعروف والنهي عن المنكر. وفين شرطة الاداب في السلوكيات؟ دي بتقوم بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر، واخد بالك ازاي؟ وهكذا. وشرطة المرافق اللي هي بتمشي علشان تضمن للناس اتساع الطريق وعدم انشغال الطريق، يجي يهجم على الطريق ويحط بضاعته والعربيات مش عارفه تمشي. طب ما كده حرام انك انت تضيق على الناس الطريق، يقوم تيجي شرطه المرافق تغير هذا الامر باليد، لانه حاكم له ان يامر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد، يغيره باليد، يقوم يجيب يروح شايل الحاجات دي كلها وحاططها على العربيه وماشي على الاسم، ويعمل له محضر اشغال طريق، وهكذا. يبقى كل الهيئات دي المعموله دي هي دي هيئات الحسبه، هي دي بتاع الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. وجايين لك دلوقتي العيال السلفيه اللي مش فاهمين حاجه يقول لك لا احنا عايزين نعمل امر بالمعروف والنهي عن المنكر، تعمله ازاي؟ طب ما معمول يا ابني. هو انت تقدر مثلا في المباني تبني اكتر من الارتفاع المسموح علشان يبقى بقدر الخدمات الموجوده في الشارع؟
بقدر سعة المجاري والصرف الصحي والمية اللي جاية والكهرباء. ما ينفعش تبني بمزاجك، صح ولا لا؟ ايه اللي يمنعك؟ الحي. يبقى الحي يمنع اي تجاوزات متعلقة في البناء. يبقى الحي بيقوم بوظيفة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في مجاله، وهكذا. يبقى حكاية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر اصبح ايه؟ اصبح مؤسسات كبيرة. اكل مال اليتيم مش حرام؟ حرام. طب مين اللي بيحافظ على مال اليتيم؟ اللي هي النيابة الحسبية، المجلس الحسب. المجلس الحسبي هو اللي بيحافظ على مال اليتيم، هو اللي بيقوم بقضية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر المتعلق باموال اليتامى، وهكذا. يبقى احنا بلادنا بتحكم بالاسلام يا جماعه، مش زي ما بيقولوا دي حكومات كافره ومش عارف ايه وعاملين لك ونظام جهادي ومش جهادي، واللي بيطلعوا العيال في التلفزيون كده زي ما يكون عيال اهل كهف نام 300 500 سنه 1000 سنه وبعدين قام ما لقاش المطوع اللي لابس الغطره اللي كان بيمشي في السوق زمان بعصايه وبتاع، لان هو لما نام كان المطوع كده زمان، لما قام ما بقاش هذا المطوع، بقت مؤسسات تانية. فقال دول ما بيحكموش بما أنزل الله. أهو دي تصورات العيال اللي بتقعد تقرأ كتب من 500 600 سنة 700 سنة وما يعرفوش تطورات البشرية ازاي وصلت ونظمت الحياة بمقتضى الشرع الشريف بما يناسب مع زيادة عدد الناس، واخد بالك، وتطورات الحياة المدنية. فهمت بقى المسألة؟ فدي نقطة مهمة، انك لما تقرأ الحاجات دي تعرف ان ليها صور مطبقة في العصر الحديث وفي بلدك وفي سائر بلاد المسلمين. فهمتني بقى ازاي؟ يعني عندنا مثلا في البلاد العربيه في حاجه اسمها الكفاله. تيجي تروح السعوديه لازم يبقى ليك كفيل، اي دي كفاله الابدان. ليه بقى؟ لان انت راجل غريب هتروح بلد بعيد كبيره. طب مين اللي يضمن لو انت عملت جريمه في هذه البلد يجيبك للمحكمه امام البلد دي علشان ما حدش يلعب بديله في البلد دي ويكسر؟ الكفيل بتاع. يبقى اسمها كفالة أبدان. فهمتني ازاي؟ معمولة في البلاد العربية ومعمولة في بلاد كثيرة. والرسول صلى الله عليه وسلم نفسه لما دخل مكة بعد الطائف دخل في كفالة مين؟ أحد الكفار. لما منعوه أن يدخل مكة دخل في كفالة مين؟ كفالة أحد الكفار اللي هو له صولة يعني وله هيبة، فدخل في كفالته. يبقى كفالة الأبدان دي معمولة، كانت زمان بصورة بدائية والآن بقت لها صور كثيرة مختلفة، إلا أنها برضو لها أصل من الشر. يبقى كفالة البدن قلنا لك لها صور كثيرة، منها حظر السفر في العصر الحديث، ومنها ضمان جهة العمل تضمنك، مش كده برضو، ومنها ضمان رئيس القرية اللي هو العمدة بتاع زمان وشيخ الحي وشيخ الحارة. كان شيخ الحارة لازم يبقى ايه؟ يضمن اي واحد ساكن في الحارة اللي هو فيها يجيبه للمحكمة لو طلبوا القاضي، هو ضامن يجيبوا له من تحت تقطيع الارض. كل دي كان موجود زمان ايام ما كان في شيخ حارة، دلوقتي ما بقاش في شيخ حارة، بقت في صور تانية، وهكذا. والتجنيد لازم يمضي انك انت ساكن في الحتة الفلانية وكده، عشان لو تهربت من التجنيد يسأله ويجيب، وهكذا. يعني كل دي اسمها كفالة ايه؟ بدن. تلاقيها في كتاب الفقه في تحت باب ايه؟ كفالة البدن. مش هتلاقيه تحت شيخ الحارة، ولا هتلاقيه تحت اسم العمدة، ولا هتلاقيه تحت اسم حظر السفر. فهمتني بقى ازاي؟ فلازم لما تيجي تقرا الفقه الاسلامي القديم تعرف انه تطور في العصر الحديث. اهي دي بقى اسمه تجديد الخطاب الديني، انك انت تقرا من الكتب القديمة فتستفيد من فكر الفقهاء القدامى، وفي نفس الوقت تبقى فاهم تطبيقه المعاصر ايه، علشان تعرف ان التطبيق المعاصر ليه تطور لهذا التطور ووصل لهذه الحالة من التقدم بسبب كثرة عدد الناس. كان زمان مثلا اللي ساكنين في مصر كلهم 30 40 ألف، دلوقتي بقى 25 مليون. لازم اعمل نظام جديد اعرف ان انا اتحكم في الناس دي غير اما كانوا 20 ألف وسهل ان انا احصرهم. فهمت بقى المسألة؟ فالخلاصة نقرأ كلام الشيخ، لكن زي ما قلت لك عمرك ما تقف مع اللفظ، انظر الأول لمراد الشارع، واخد بالك، ثم انظر إلى التطورات المعاصرة، ثم اجعلها تقول للفقه الإسلامي القديم، لأن دي تطورات للفقه الإسلامي، خلافا لإيه؟ لما يحدث من العيال الصغيرة اللي بيدخلوا على كتب الدين من غير شيخ، فيجي يقرأ الحاجات دي لا يجد لها صورة معاصرة بنفس الاسم ده، فيقول لك لا ده احنا بلاد كافرة بقى، ده احنا بيحكمونا بما لم ينزله الله
ويبتدي بقى ايه يعمل له مجموعه ويتقابلوا كل يوم والتاني ببيت شكل، وبعدين بعد كده يروح يفجروا نفسهم ويضربوا نفسهم ويقول لك احنا بنجاهد في سبيل الله، ويعيشوا في اوهام. فصل في الضمان، وهو احنا خلصنا دي، احنا بنتكلم بقى ايه، فصل في ضمان غير المال من الابدان، ويسمى كفالة الوجه ايضا وكفالة البدن، كما قال والكفالة البدن جائزة يعني مشروعة اذا كان على المكفول به اي ببدنه حق لادمي. اذا كان عليه حق لادمي مش متعلق بدين، مش متعلق بمال، كقصاص اتى القتيل يبقى لازم تجيبهم عشان يقتصوا منه، جرح واحد، قلع عين واحد، قطع ودن واحد، نجيبه بقى ده عشان نشوفه ويحكم عليه القاضي، واذا ثبت عليه القضيه يثبت في حقه القصاص او الديه اذا قبلها ايه اهل المجني عليه. إذا كان على المكفول به أي ببدنه حق لآدمي كقصاص وحد قذف، وخرج بحق الآدمي حق الله تعالى. الحاجات الخاصة بحق الله تعالى ما ينفعش فيها كفالة بالبدن، ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى حقوقه مبناها المسامحة. واضح؟ زي إيه حق لله تعالى خالص؟ حق الله تعالى زي مثلا جريمة الزنا. شفت واحد بيزني وانا لا قاضي ولا بوليس اداب، ايه المطلوب مني انا كمسلم؟ استره وما بلغش عنه. شوف قد ايه، استره وما بلغش عنه، وبعدين ابقى انصحه بيني وبينه وخلصت، ويا دار ما دخلك شر، وما اكتبوش في صفحة الحوادث تاني يوم كمان عشان حتى لا تشيع الفحشة. دي الاداب الاسلامية في المسألة، واخد بالك ليه؟ لان جريمة الزنا حق متعلق بالله تعالى سبحانه وتعالى، وربنا قال لك انك انت تستره وما تفضحوش. انما اما تبقى زكاة مال، دي حق متعلق بايه؟ بحق الفقير في مالك. بقت دخل فيها ادمي، او بقت حق مشترك، حق لله في مال الغني يعطيه للفقير. ففي الحاله دي ينفع فيها الكفاله البدن، ان انا اجيبه اقبض عليه علشان ناخد منه حق الفقير. واخد بالك؟ ما فيش كده في الزكاه. ما احنا قلنا ان المفروض ان تتعمل مصلحه او وزاره يسموها وزاره الزكاه، المفروض يعملوا حاجه كده. ولو عملوا كده على فكره هتتحل مشكله مصر، لان مصر فيها كم ملياردير كتير، والمليار دي كل زكاتها كل سنة 25 مليون جنيه، 25 مليون جنيه. فتصور انت مصر دي لو كان فيها مثلا 200 ملياردير كل واحد عنده مليار واحد هيدفع 25 مليون جنيه كل سنة، هتلاقي وزارة الزكاة دي اغنى وزارة، وساعتها مش هتلاقي فقير في مصر في خلال 3-4 سنين، خلاص كله هيغتني. فهم؟ لكن الوقت للأسف موضوع الزكاة تركوه لكل واحد يقدره براحته، وحله محله نظام الضرائب والتهرب الضريبي اللي بنقع فيه دلوقتي. وان كان الامريكان دلوقتي عملوا نظام جديد كانوا كاتبين عنه في الجرايد، ان اي واحد امريكي او عدى على امريكا او عاش في امريكا فترة او اشتغل في امريكا لازم اي حساب بنكي تخبر به وزارة مصلحة الضرائب الامريكية عشان امريكا تاخد حقها من ماله، ولو البنك ما بلغش البنك يتحق تحت التحقيق. نظام جديد هيعملوه الامريكان وابتدى يطبق، واخد بالك ازاي، علشان يضمنوا عدم التهرب الضريبي، لان الضرائب مش دين فالناس تتهرب منها وضميرها مستريح. انما ما تخليها زكاة البني ادم يخاف يتهرب منها، لانها بقت ايه، حق الله بقى، يقوم يخاف يقوم يجي يعترف ويديلك. فلو حلت محلها وزارة الزكاة بجانب الضرائب هتلاقي ان وزارة الزكاة تحل محل الضرائب في نسبة كبيرة، والضرائب تبقى بقدر الامور التي لا تغطيها اموال الزكاة، فتخف الضرائب والناس تدفع زكاة. مش هنلغي الضرائب خالص برضه، لان احنا محتاجين الضرائب في انشاء الطرق والكباري والمشاريع العامة
اللي الناس كلها بتستفيد وانشاء المدارس وغير ده. فهمت بقى المسألة؟ لكن للأسف الإخوان قعدوا سنين طويلة يقول الإسلام هو الحل، ولما مسكوا مصر ما عملوش حاجة تدل على، مع إن كانوا ممكن يعملوا دي بدل ما يصطدموا مع القضاء ويصطدموا مع الشرطة ويصطدموا مع الجيش ويصطدموا مع جبهة الإنقاذ وبعدين يصطدموا مع كل الناس. طب ما تعمل حاجة كويسة، اعمل وزارة جديدة اسمها وزارة الزكاة، واخد بالك ازاي، وطبق فيها النظام ده، وكل الناس هتهتف بحياتكم وهتضمن ان الفقير هياخد حقه من مال الغني، وساعتها الفقير يتمنى ان الغني يزداد غنى لانه عارف ان هياخد حقه منه كمان، مش هيبقى حاقد على الغني لان انا هاخد حق لما يكسب، الحمد لله انا برضو هكسب. فهمت؟ لكن ما عملوش للاسف. هم لما خدوا الحكم بيديروا البلاد بنفس اسلوب الحكم الماضي اللي قضوا عمرهم بينتقدوه ويقولوا ان هم بيحكموا بما لم ينزله الله. اسمح بعد ما خلص السطر ده. ويصح ضمان الديون المستقرة في الذمة اذا علم قدرها. خد بالك، وشرط الضامن ان يكون في آلية التصرف، دي خلصناها. احنا بنتكلم في ايه؟ في ضمان الابدان، او يسمى كفالة الوجوه الوجه ايضا، وكفالة البدن كما قال، والكفالة بالبدن جائزة اذا كان على المكفول به ببدن حق لادمي كقصاص وحد قذف. حد القذف يعني يجلد 80 جلدة، وخرج بحق الأدمي حق الله تعالى، زي مثلا ايه، زي شرب خمر، شرب خمر خلاص يا اخي عفى الله عما سلف، ما تبلغش عنه ولا تجيب سير. فلا تصح الكفالة ببدن من عليه حق لله تعالى كحد سرقة وحد خمر وحد زنا. بديك أمثلة اللي هي الأمور الخاصة بالله تعالى اللي هي مبناها الستر والمسامحة والنصح وليس العقوبة. فهمتني ازاي؟ ها؟ ده ما هو حق العباد ده بيجي بقى ايه، اللي اتسرق منه هو اللي بتاع، انت عارف ان ده سرق بس ما تعرفش ده سرق من مين، انت مش عارف ده سرق من مين. لا، بيعتبروها ان دي حق لله تعالى خالص. ليه بقى؟ علشان التاني ده انت مش مطلوب انك انت تشهر بيه، انت مطلوب انها تبنيها الستر ولا كأن حاجة حصلت، واخد بالك ازاي، وما تنشرهاش. حتى اسرة البنت دي كمان المفروض ما تعرفهاش. شوف الى هذه الدرجة، لان مبناها الستر، مبناها الستر. هو الفكرة ايه؟ الفكرة ايه من المجتمع الاسلامي؟ المفروض ان المجتمع الاسلامي لا يسهل هذه الجرائم، لا يسهل هذه الجرائم بنشر العفة والتربية الكويسة وتسهيل الزواج وان الناس تبقى عندها كفايتها، واخد بالك. يعني تصور انت لو الشباب سهل انه يأجر شقة، وسهل انه يجد عمل، وسهل انه يجد زوجة، هتلاقي نسبة جريمة الزنا دي في مصر هتقل بنسبة قد ايه؟ اكتر من 95%. هتتبقى بقى نسبة ضئيلة، النسبة الضئيلة دي بقى استرها لحد ما ايه، ما ربنا سبحانه وتعالى يكرم الناس دي وتفوق لنفسها. فهمتني ازاي؟ بس لكن انت بتبص دلوقتي الجريمة بشعة مبنية على يعني اخطاء كثيرة في ايه، في اننا ما وفرناش للناس العمل، ما وفرناش للناس الزواج، ما يسرناش للناس حياتها بسبب سوء ادارة البلاد على مدى عقود طويلة، بالاضافه لان ما ربيناش الناس تربيه دينيه كويسه ولا يوجد قدوه حسنه. وبعدين ازاي تكلم البني ادم على دينه وعلى مكارم الاخلاق وهو اصلا مش لاقي ياكل ومش عارف يعيش، واخد بالك؟ ما هو الاول لازم تشبعه علشان يقعد يسمع وعلشان يرضى انه يبقى من اهل الفضائل العاليه. لازم يامن على رزقه، يامن على مكانه، يامن على زوجته وعلى اهله. الحاجات دي كلها مش موجوده. ده الناس اللي عايشين في المناطق العشوائيه مش عارف حتى ينام في حجرة ما حدش يضرب ايه، واخد بالك؟ زي ده لو نشر الغسيل اللي قدامه يلمه من كتر ما البيوت ملتصقة ببعضها. فهمت ازاي؟ فازاي انت واحد في بيئة زي دي تربيه على العفة؟ يبقى لازم توفر له بقى مساكن يعني ادمية عشان يبقى عفيف وعشان يستر ولاده ويستر بناته عن اهل الجيران، ويتربى في مدرسة كويسة ويروح جامع يفهموا البني ادم الشيخ اللي في الجامع الدين صح، والمجتمع كله يبقى متواصي بالحق ومتواصي بالصبر. فين بقى؟ ساعتها تلاقي الجرائم اللي انت بتقولها دي
نادرة الحدوث. يعني في التاريخ الإسلامي كله كم قضية رجم تمت؟ دي ممكن تقعد تبحث هتلاقيها ما تتعدى على الأثار على مدى آلاف السنين. كم واحد اترجم في بلاد المسلمين؟ كم واحد اتجلد في زنا في بلاد المسلمين على مدى آلاف السنين؟ هتلاقيها قضايا معدودة. فهمت ازاي؟ فهي جرائم مش مشهورة، والنادر لحكم له، النادر لحكم له. ويبرأ الكفيل بتسليم المكفول ببدنه في مكان التسليم بلا حائل يمنع المكفول له عنه. يبقى امتى تبرأ انت ككفيل؟ انك انت تسلم اللي انت كفلت توصله بدون وجود حائل بينه وبين المكفول له. فهمت ازاي؟ يعني ما توصلوش وجايب حماية تمنع التاني ياخد حقه منه، لابد ما يبقاش في حائل، خدت بالك؟ واما مع وجود الحائل يعني المانع فلا يبرأ الكفيل، يبقى ما اداش الوظيفه بتاعته. والله تعالى اعلى واعلم. اتفضل يا سيدي. ايوه بالنسبه، عايزين اسئله بلا جدال. لا مفيش جدال ان شاء الله، ومش طويله علشان انا كمان مرهق. طيب صلى الله عليه وسلم. أيوه. يعني سبب جوعه مين لا يتحمل؟ لا يجوع جائع إلا بتخمة غني. أغنياء الحي تأسب وجيران الشبعانين يأسب. واضح؟ يبقى لو واحد بات جائع يأسب جاره اللي يعلم إنه جائع إن كان يعلم، أو أغنياء الحي لأن هم بيطلعوا زكاة أموالهم للحي اللي ساكنين فيه. ثم في الآخر الحاكم اللي بيحكم البلد كلها علشان هو ما بيرضى ما بياخدش حق الفقير من الغني. واضح؟ فهي بتتدرج المسؤوليه. ايوه اتفضل. القائم على مال اليتيم دي اسمها ولايه، ولايه مش ضمان. تقصد بالتربيه؟ مسؤول عن التربيه يعني؟ ده اسمه يعني تقصد ان الطفل اليتيم ده ارتكب جريمة مالية فصار في ذمته مال في حق الغير؟ اللي يدفعها وليه من ماله ان كان له مال، وان لم يكن له مال يبقى من بيت مال المسلمين او بتبرع احد الاغنياء، خدت بالك؟ بس ايوه تمام. ده برئت ذمة ايه؟ برئت ذمته تجاه الدائن، ما برئتش ذمته مع الضامن. فهمت؟ يعني هو انا اعاقبك انك انت تضمني او ما خليك تغرم؟ هي دي اخلاق حلوة. انت ضمنتني ووقفت معايا واقف شهامة او ما خليك تغرم؟ فهمت ازاي؟ فاذا انت غرمت ودفعت يبقى واجب علي انا ان انا ادفع لك اللي غرمته علشان ما تضيعش مكارم الاخلاق في بلاد المسلمين. ما لو كل ضامن خد حقه اللي دفعه من من ضمنه، الناس هتفضل تضمن بعضها ويفضل فيه معامله طيبه. انما الوقت لما تحصل الحكايه دي الناس حتى دلوقتي ما بقتش تسلف بعضها، يقول لك اصل اللي بيستلف ما بيسدش. فاللي استلف وما سدش كان سبب في ايه؟ في انه منع المواساه بين المسلمين. فلازم كل واحد يستلف يسدد. ليه؟ علشان تفضل مكارم الاخلاق بين المسلمين، نقعد مع بعضنا. والله تعالى اعلى واعلم. ايوه سيدي. قالوا بايه؟ بحلها يعني ولا بحرمتها؟ بيقول ان في بعض علماء الازهر افتوا بحل فوائد البنوك بعدما كانوا افتوا بحرمتها. ما هو ممكن المجتهد يتغير اجتهاده. يعني يجوز للمجتهد ان يتغير اجتهاده في المساله الواحده، اما بتغير الظروف او بتغير حاله عند الاجتهاد الثاني.
يعني ازداد علما بالواقع. فعليه يغير، مش يقول انا هرجع في كلامي، لا بل بالعكس، ده اللي بيغير اجتهاده هو اللي يبتغي الحق. فهمت ازاي؟ دي مزيه في المجتهد انه يفتي مره ويجي بعد 5 سنين يفتي خلاف ما قال، ده دليل انه هو بيراعي الحق مش بيراعي نفسه، مش ما يعني ما يهموش الناس يقولوا بيغير فضول، هو يهمه. وسيدنا عمر كان يقول لسيدنا ابو موسى كده: لا يمنعك اجتهادك في مساله ان ايه، ان ترجع الى الحق ولا ترجع الى رايك الاول. واخد بالك ازاي؟ فالرجوع للحق فضيله. يعني ممكن، والامام الشافعي نفسه، الامام الشافعي كان ليه اقوال كتيره، ده الامام احمد بن حنبل ليه في بعض المسائل 16 قول. شوف قد ايه في بعض المسائل، علشان كده مذهب الامام احمد بن حنبل تلاقيه مذهب صعب لمه بسبب الحكايه دي، لان كل ما يتضح له حاجه او يتعمق في مساله او يتغير الواقع يدي فتوى جديده في نفس المساله، اما لتغير حال المستفتي او تغير الواقع او انه هو طرأ له ادله جديده كانت غايبه عنه ساعه ما اجتهد. فهمتني بقى المساله؟ فيرجع عنه زي الطبيب كده، ساعات يكشف على العيان كده مره وبعدين يلاقي انه احتمال عنده كذا او كذا، يقوم يقول لك احنا هنحطك تحت الملاحظه. واخد بالك؟ يقوم يكشف عليه تاني يوم لحد ما يوصل للتشخيص المظبوط وبعدين يعمل الشغل. فهمت ازاي؟ افرض انه في الاول خالص كان قايل له كده احتمال يبقى عندك زايده، احتمال. تاني يوم اتضح انه ما عندوش زايده، يقوم يجي الطبيب بقى الشاطر يتكسف، يبقى طبيب وحش. يقول له لا هعملها له احسن، يقول عليا ان انا طبيب بليد، لازم هفتح بطنه ولو كانت سليمه واشيلها له. في دكاتره بتفكر كده، وده حرام، وقاعدين احنا نتخانق معاهم كل يوم في المستشفى. يقول لك مجرد علشان مش هيثقوا فيا بعد كده، وبعدين ايه يعني اما يعمل العمليه ونشيل ازاي ده، يعني ما هيخف برضه مش هيجرى له حاجه. طب ما ممكن يموت في التخدير، ايه ضمنك؟ مش بتحصل حالات بيموت في حقنه البنج؟ وبين الجروح قصاص، جرح حرام. فلازم الانسان يتغير اجتهاده، لانه اذا كان يبتغي الحق. انما اللي مش بيبتغي الحق هو اللي ما بيتغيرش اجتهاده. كانوا بيعيبوا على الدكتور علي جمعه انه قبل ما يبقى مفتي افتى باشياء، ولما بقى مفتي افتى بعكسها، ويعتبروها عيب وجايبينها في النت فتوته في المساله قبل ما يبقى مفتي، بعد ما بقى مفتي بقى. والمفروض انك انت لو عاقل تبقى دي مزيه فيه مش عيب فيه، لانه لما بقى مفتي اتضحت له ادله اخرى فغير الفتوى. قبل ما بقى مفتي كانت عنده ادله اضيق، لان لا شك ان المفتي بتعرض عليه مسائل من جهات شتى، غير اما يبقى مش مفتي بتعرض عليه مسائل خاصه، فالفتوى الخاصه غير اما تبقى فتوى عامه، فلابد يتغير اجتهاده في الفتوى العامه عن الفتوى الخاصه. لكن العيال اياهم مش فاهمين المعاني دي كلها، يقوم يعتبر ان الشيخ ايه ده نص نص نص، ويقوم الشيخ يستحمل يقول لك ما هم عيال هنعمل ايه، مش عايزين يفهموا. فهمت بقى؟ ايوه يا سيدي. انتوا هتروحوا امتى؟ بس عايزين نعرف يعني. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله.